بسكيت ابراهيم برتاجي رقم مفزع 6,95,000 كفاءة علمية من 2011 منين بدينا نجموا نحسبوا بشكل شفاف هاجروا البلاد. علاش هذه اختير 95,000؟ اش قال هو؟ قال فيهم الطبة، فيهم مهندسين، فيهم اختصاصات. خلينا ناخذ الطبة برك. انا ايش سميتها الكرونيكا هذه؟ قاعدين تونس دافع الضراء بالدولة التونسية قاعدة تصرف على الصحة في فرنسا وفي بريطانيا وفي كندا وفي أمريكا. تكون في وتبعثهم يعملوا غادي كيناسوا. خلينا نعطيكم بضع أرقام بسيطة باش نفسر الحكاية هذه. في فرنسا كل طبيب يتكلف على الأقل 180,000 كان مش 200,000 يورو كل طبيب. في بريطانيا كل طبيب جنراليست في بريطانيا باش يتكون يلزمه 200,000 باوند، واضرب في الواحد فاصل درق قداش باش تلقى معناها اليورو مش باش تلقى الدينار. في امريكا الطبيب يتكلف، كل طبيب يتكلف باش يتكون 390,000 دولار. في تونس؟ في تونس الدولة هي اللي تدفع. نحن الدولة تدفع خاطر الطب معناتها تربية معناها عمومية معناها معناتها الدولة هي اللي سلام عليكم. الدولة هي اللي تصرف، تصرف على في التعليم الثانوي، في التعليم العالي. راهو راهو حاجة ماهيش شائعة انه الدولة تصرف على الطب. راهو من عندها انه دافع الضرائب هو اللي يصرف. يعني وخاصة معناش خاصة في المهندسين، فما خلطة بين عام وخاص. يعني تونس هي قاعدة تصدر الدولة لو كونتريبيوابل المواطن قاعد يكون وتصدر للدول الأخرى في حاجة هما حاجتهم بها اللي هي مهزلة. أخبار الصحة نزيف عندكم نزيف يلزموا يقف. شكرا لكم. أخبار الصحة من عندكم شاكيب وطارق محزنة جدا اليوم. يلزم عودة على الأرقام تمرض ذي أبسوليمون اللي فما تصويرة البارح تعديناها. شنو التصويرة؟ تبرقة بارامو عملوا سيركوي كوفيد وحلوا سيركوي اي وشفنا ما عندهمش شنو يلبسوا، لبسوهم كشكاير الزبله باش يتصوروا به. فاصل ونرجعوا للزابينغ ويرجع معنا